دلوقتي هنبدأ في المحاضرة رقم 10 البوينترز. خلينا بس نشرح حاجة كده بورقة والقلم الأول عشان نفهم فكرة البوينترز. تمام، احنا خدنا قبل كده ان انا لما اقول وليكن int x بيساوي 5، يبقى انا كده عندي ميموري سيل او الكمبايلر بيحجز لي في ميموري سيل، وكل سيل ليها ادرس، دي ادرس هنا ادرس وهنا الفاليو. تمام، الفاليو هي القيمة اللي هي الخمسة المفترض، والادرس ده بيبقى اسمه ايه؟ اكس. تمام، طب هل شفنا قبل كده variable بدل ما اخزن فيه فاليو هخزن فيه الادرس بتاع سيل تانية؟ يعني انا عندي هعمل هنا كده بوينتر، هعمل كده هنا مثلا، ده هو البوينتر، هيبقى اسمه بي، سوري هيبقى اسمه بي، بس هيخزن مين؟ الميموري سيل بتاعت مين؟ الاكس، وليكن سوري ده هيخزن ادرس، وليكن الادرس هي مثلا رقم 50، يبقى ده هنا هيبقى ايه؟ 50. طب مش احنا بنقول ان البوينتر ده عبارة عن سيل برضه هيبقى ليها ادرس اكيد؟ هفترض مثلا ان ده الادرس بتاعه وليكن 100، يبقى اذا بي ده عبارة كأنه متغير عادي جدا، بيبقى ليه سيل في الميموري عادي جدا، وبيبقى ليها ادرس عادي جدا، بس بيخزن ادرس بتاع مين؟ سيل تانية، فكأنه بيشاور على السيل دي، كأنه بيشاور، يعني كأنه بوينت تو، يعني هقولها بالانجليزي هقول ايه؟ بوينت تو. تمام، يبقى البي بوينت تو اكس، يعني كأنه ايه؟ البي هيبقى البوينتر بتاع مين؟ الاكس، عشان كده سموها ايه؟ بوينترز. دي فكرة مين؟ البوينتر. طيب تعال نشوف هنا، انا هعرف ازاي البوينتر، هكتبه ازاي في الكود. هكتب داتا تايب انت والستار وايدنتيفاير الاسم ايا كان، فانا هنا مثلا معرف انت ستار بي، يبقى ده بوينتر، ده بوينتر، انا كده عرفت بوينتر بس ما قلتوش يشاور على مين. تمام، هنا بس دي معناها ايه؟ معناها هو بيشاور على السيل. تمام، الفاليو بتاعتها هتكون انتجر. طيب هنا كار ستار كاركتر، هي هو ذا كونتنت اوف سي اتش اللي هي دي، وين اسايند بوينت تو ا ميموري لوكيشن اوف تايب كار. يعني مثلا هنا لو انا هشتغل هنا يبقى مفترض هعرفه ازاي؟ انت مثلا ستار بي، ليه؟ لان هو بيشاور على الاكس، والاكس اصلا مين؟ انتجر. طب افرض الاكس كانت كار، يعني هشيل دي كده تبقى دي كار كاركتر يعني، ودي مليكن فيها وليكن حرف الاي، حرف الاسم مثلا، يبقى ده مينفعش غير ايه؟ مينفعش انت، لازم اكتبه مين؟ كار. ليه؟ لانه هيشاور على variable، الفاليو بتاعته ايه؟ كار. تمام، نفس كده يعني نفس طريقة تعريف ال variables عادي جدا، انا ممكن اعرفهم كلهم في سطر واحد لو هما من نفس النوع، و بس مع اختلاف ان انا بحط الستار قبلها عشان نقول ان ده ايه؟ بوينتر. طيب انا دلوقتي عملت البوينتر، ازاي هخزن فيه ميموري سيل سوري ميموري ادرس لسيل تانية؟ بستعمل الاوبريتور اللي اسمه اند اللي هو ده، يعني هنا مثلا قال انت اكس ده فاريبل عادي جدا زي ما احنا عملناه في الرسم هنا اهو، هنا بعد كده قال انت ستار بي، يعني عمل مين؟ ديكلاريشن لبوينتر، وقال بي بيساوي علامة الـ AND X، دي معناها بقول له إيه؟ خزن الميموري الأدرس بتاع الميموري سيل بتاعت الـ X في مين؟ في البوينتر اللي اسمه B، يعني خلي الـ B يشاور على مين؟ على X. طيب إيه بقى حكاية الموضوع ده هنا؟ هنا بيقول إيه؟ يعني معنى الكلام ده إيه؟ هنا مثلا عمل نفس الكلام، يعرف variable سماه X، وهنا كتب int ستار بي، فخلى ده ديكلاريشن للبوينتر، وبعد كده خلى بي يشاور على الاكس. هنا قال سي اوت ستار بي، فهيطبع ايه هنا؟ دي هيطبع 25. طب هنا كتب ستار بي بيساوي 55، هو هنا كده ايه؟ غير قيمة الاكس. تعالوا نشوفها بالرسم احسن عشان نتخيلها. تمام، انا هنا مثلا وليكن هو لما عرف ان الانت اكس، قال انت اكس بتساوي 25، يبقى هو عمل ميموري سيل هنا اهو،
وليها ادرس، الادرس بتاعها اسمه اكس، وكان بتاخد فاليو كام؟ 25. لما جه كتب بقى انت ستار بي مثلا، يبقى كده عامل ديكلاريشن لمين؟ للبوينتر. ادي البوينتر اهو، حاجة زي ايه؟ للبوينتر، وده اسمه بي. تمام، راح قال بي اند بي بتساوي اند اكس. تمام، يبقى اذا ايه بقول له؟ ايه شاور على الاكس. طب الاكس وليكن هفترض ان هي ميموري الادرس بتاعها 50، فانا هسجل مين؟ 50. فلما اجي اكتب اقول له مثلا سي اوت، تمام سي اوت عادي جدا، تمام، واقول مثلا ستار بي. طيب هو هنا ايه؟ انا لما كنت بعمل سي اوت مثلا اكس، هنا كني بقول له ايه؟ بقول له روح على السيل اللي اسمها اكس واطبع لي 25، صح؟ طب ما هنا دي بتشاور على الاكس، هتشاور على الاكس، فهنا يروح هيطبع مين؟ هيطبع مين؟ ال 25 برضو، هي هي. طب لما جاي يقول ان الستار بي بتساوي 25، سوري 55، فكأنه بقول له روح على الادرس اللي متخزن في البي هنا اهو، اللي هو ده، وحط لي الفاليو 55، يعني هيغير دي وخليها كام؟ 55. دي كل ايه الفكرة اهو، is equivalent to x بتساوي 55. يعني هو كل الموضوع ايه؟ يا اما بيستعمل x نفسها، يا اما بيستعمل بوينتر. ده بوينتر، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة بيستعمل بوينتر اللي هو بيشاور على اكس ويقول له غير لي قيمة السن اللي هناك دي. تمام، ده كل الموضوع، ده كل الفرق بين الستار بي والاكس. طيب هنا مثلا هو عمل نفس الحاجة بس بالرسم، هنا عرف انت بي، تمام، وعندي بي الميموري سيل بتاعتها الادرس بتاعها 1200، والادرس بتاع النم 1800. تمام، فجي قال نم بتساوي 78، يبقى هيحط في الفاليو هنا 78. جي قال بي بتساوي اند نم، يعني هيقول له خد خزن لي الادرس بتاع النم في الفاليو في الميموري سيل بتاعتك. فاصبح ان بي عندها شايل 1800، اللي هي بتشاور على مين؟ على النم، لكن هي الادرس بتاعها كام؟ 1200. هنا بنقول ستار بي بتساوي 24. طب هي ستار بي بتساوي 24، كأنه بقول روح على السيل اللي انت بتشاور عليها دي، تمام، حط لي في 24، فتغيرت هنا ايه دي. اوكي، فهنا بيقول لك لما اقول بي بس، يعني هنا مثلا هنا دي لو كتبت بي بس مش ستار بي، هيطبع مين؟ الفاليو اللي جوه البي نفسها، اللي هي مين؟ السل الادرس بتاع الاكس لما كنت رسمها هنا، يعني هنا مثلا لو شطبت دي هيطبع مين؟ هيطبع الادرس اللي هو 50 اللي هو مخزنه. لكن لما اكتب ستار بي يبقى بقول له روح على الحته اللي انت مشاور عليها واطبع لي الفاليو اللي فيها. تمام، هنا بيقول after the statement b and num executes the value of star b is 78، اللي هو الشرح اللي احنا شرحناه فوق. يعني ده مثلا مثال تاني، هنا عرف بوينتر اسمه بي، بعد كده عمل فاريبل عادي جدا اسمه اكس وساواه ب 37، بعد كده قال سي اوت اكس بتساوي اكس، اكس هي 37، يعني هشيل اكس دي واكتب كام؟ 37، هو اول سطر اهو. بعد كده قال بي بيساوي اند اكس، اللي هي مين؟ كان ايه بيقول له؟ شاور على الاكس، يعني خزن الادرس بتاع الاكس. فهنا قال سي اوت ستار بي بيساوي ستار بي، كده هيجي هكتب كام؟ هو كده هيروح على السيل اللي مشاورة عليها، مش هيطبع الأدرس نفسه بتاع الإكس، هيروح على يطبع الفاليو بتاعت الإكس، هيطبع كام؟ 37. وبعد كده قال له إكس بيساوي كام؟ إكس 37، فطبع 37 37. طيب جه هنا قال ستار بي بيساوي 85، يبقى كده هو كأنه بيقول له روح على الأدرس أنت مشاور عليه وغير الفاليو اللي فيه خليها 58. فلما جه طبع تاني كرر الجملة دي تاني، وجه طبع الستار بي تاني والإكس تاني، فأصبحت كام؟ 58 58. فجه هنا قال سي اوت ستار بي ستار بي، وهنا اكس دي حلها. قال هنا قال ايه؟ ادرس اوف بي بيساوي كذا. اوبا، ايه ده؟ هو نستعمل الاند مع البي. لو انت عايز تطبع الادرس نفسه، يعني مثلا هنا في الشكل ده، لو انت عايز تطبع الادرس اللي هو 1200 بتاع البوينتر، هتستخدم ايه؟ علامة الاند مع البي، فطبع مين؟ اهو ده ادرس اهو. اوكي،
طيب جه the value of b، هيطبع ال value بتاعت ال b اللي هي بتشاور على مين؟ على الأدرس بتاع ال x أهو أهو، تمام؟ هتلاقي ده غير ده. طيب جه هنا قال لك إيه value of the memory location pointed by ده، يعني عايز يقول الميموري بتاعت ال x اللي هي متخزنة في ال b عبارة عن إيه؟ سوري هنا بقول الفاليو، سوري الفاليو اللي في الميموري لوكيشن، الفاليو هو عايز اوريك ان الستار بي بتشاور على الفاليو بتاعت الاكس، فهنا بيقول لك الفاليو اوف ذا ميموري لوكيشن يعني القيمه اللي موجوده في الميموري اللي بيتشاور عليها بالبي او اللي البي بيشاور عليها اللي هي مين؟ 58، باعتبار احنا اخر مره مديناها كام؟ 58. هنا بيقول ادرس اوف اكس بيساوي اند اكس، مش ده لما احنا بنيجي نخلي البوينتر بيشاور على الاكس بنكتب اند اكس. طب هنكتب اند اكس ان هو هيدينا مين؟ الادرس بتاع مين؟ بتاع اكس. طب لاحظ ده وده، شايف ده وده ايه؟ ده value of b، يبقى القيمه دي هي متخزنه في السيل بتاعت البي، لكن ده هنا مين؟ الادرس نفسه بتاع الاكس. يبقى اذا البي مخزنه الادرس بتاع مين؟ بتاع الاكس. طب ذا value of x بيساوي كام؟ 58. متهيألي المثال ده موضح توضيح شامل جدا. طيب هنا بيتكلم في نقطه، هنا بيقول هنا بيقول because بس بس لازم automatically initialize variables pointer variables must be initialized if you don't want them to point to anything. pointer variables are initialized using the constant value zero called the null variable pointer thus. اوكي فاكرين لما اتكلمنا عن الفاريبلز وقلنا ان احنا لازم نعمل لها انيشاليزيشن عشان السيل او الذاكره بتاعت الكمبيوتر بيبقى فيها فاليو احنا مش عارفينها وبنسميها جاربج فاليو، تمام؟ فبالتالي لو تخيل انت لو انت البوينتر بتاعك فيه جاربج فاليو يعني هو بيشاور على اي سيل تانية غير اللي انت عايزها اصلا، هيحصل ايه؟ تحصل مشكله بالنسبه لك في البرنامج، ممكن يديك فاليو غير اللي انت عايزها، البرنامج يعمل حاجه غير اللي انت متوقعها، فبالتالي لازم نعمل له initialization. طب هعمل ده initialization بايه يعني؟ هعمله بالصفر برضه، هيبقى معناها ايه؟ كده معناها ان بقول له انت بوينتر بس ما بتشاورش على حاجه، فاكتبها مثلا بي بتساوي نل او بي بتساوي زيرو، بتساوي نل او بتساوي زيرو. هنا از نمبر زيرو از ذا اونلي نمبر ذات كان بي دايركتلي اساين تو بوينتر فاريبل، يعني زيرو بس هو الوحيد اللي ايه اسويه يعني البوينتر اسويه بالصفر بس، ما ينفعش اقول بوينتر بيساوي واحد، ما ينفعش. حلو قوي موضوع دايناميك فاريبل ده، دايناميك فاريبل. هنا احنا مش كنا بنستخدم لما كنا بنعرف الفاريبل كنا بندي اسم مباشرة للادرس بتاع السيل، يعني زي الاكس ده مثلا، مش دي الادرس القيمة وليكن 50، بس انا بديه اسم عشان استعمل ايه الاكس اسهل. طيب ما انا ممكن مش انا عملت هنا بوينتر والبوينتر ده بيشاور لي على الاكس، طب ما انا ممكن اعمل بوينتر واخليه يشاور لي على الادرس بتاعت السن اصلا من غير ما اعمل فاريبلز اصلا، وهسميها دايناميك فاريبل، يعني هعمل فاريبل بالفعل بس بالبوينتر، يعني هاخد هحجز ميموري فعلا في هحجز سيل ومش هديها اسم، مش هدي الادرس اسم خالص، بس هخزن الفاريبل بتاعتها هنا اهو. يعني مثلا نعملها نرسم اول جديد، يعني الفكره بتاعت الداون فاريبل ايه؟ ان انا بحجز ميموري سيل، عندي هنا ايه؟ عندي هنا بوينتر الاول، ايه بوينتر وليكن اسمه بي، تمام؟ ودي ليها ادرس وليكن 50، بس انا مش هدي الادرس ده اسم زي ما كنت بعمل لما كنت بقول اكس بيساوي 5، لا انسى خلاص الاكس دي، تمام؟ وليكن هنا مثلا الفاليو فيها مثلا 200، فانا هعمل فاريبل ازاي؟ هعمل فاريبل عن طريق بوينتر، البوينتر هيشاور لي على الادرس ان هو فهيسجل هنا 50، يعني كان هو ده اللي يعتبر اسم الفاريبل اللي متخزن هنا، ده كل الفكره بتاعت الدايناميك فاريبل. طب هعمله ازاي؟ هستخدم كلمه نيو ديليت. نيو يعني ايه؟ نيو دي اللي هتعمل لي الفاريبل الجديد، وديليت ايه اللي هيمسحه. طب ازاي بقى؟ هي انا ممكن اعمل دايناميك فاريبل دايناميك اري، فمثلا هكتب النيو داتا تايب، يعني بص مثلا عملنا بوينتر فاكتب بي بيساوي نيو انت، يعني كده بقول له احجز لي ميموري سيل، تمام؟ احجز لي ميموري سيل، احجز لي سيل، تمام؟ وخد بالك ان هتبقى من النوع انت،
وهات لي الادرس بتاعها خزنهولي في البوينتر اللي اسمه بي. دي معنى الجمله دي، يعني كده حجزت سيل من النوع انت، تمام، والادرس بتاعها هو هيتخزن فين في البي، ويبقى البوينتر هو اللي ايه بيشاور عليها وخلاص. يعني كده عملت فاريبل بس عن طريق مين؟ البوينتر، باسم البوينتر على طول، تمام. نفس الكلام مين الاري، هكتب نيو مثلا انت بين القوسين المربعين حجم الاري، ايه يعني نيو انت مثلا 16، يبقى انا بعمل ايه مثلا هنا بعمل array من نوع int فيها 16 رقم، 16 قيمة يعني، أو 16 عنصر. هنا مثلا new car 13، هنا أعرف بوينتر تاني مثلا اسمه، أو يعني غيره مثلا، فخلينا q. هنا إيه خلى array اسمها يعني هتبقى من نوع car، وهيشاور عليها بالبوينتر q، وهتاخد 13 عنصر. طيب delete، ديت لو انا خلاص خلصته ومش عايزه همسحه عشان خاطر افضي الميموري على طول. يبقى هنا عملت مثلا ديليت بي، ديليت ان، كاني عملت ايه، كاني خلاص انا البوينتر ده استخدمته عشان ايه شاور على دي، خلاص انا خلصت هشطب كده، كاني لا يعني بالديليت كاني بشطب ده خلاص وما تشاورليش على حاجه دلوقتي، انت كده بقيت فاضي عشان هملك تاني وهتحتاج تشاور على حاجه تاني. فدي فكره الدايناميك فاريبل، يعني انا حجزت ميموري سيل بالبوينتر وخليتها بتشاور على سن معين وغيرت قيمتها ولعبت فيها زي ما انا عايز، في الاخر هروح ماسح الفاليو بتاعت البوينتر، يعني مسحت الادرس اللي هو بيشاور عليه، وممكن احط فيه ادرس تاني، ممكن اعمل فاليوبل تاني وهكذا. دي الفكره، تمام. الديليت مثلا ديليت بي على طول، فدي دي كده مش معناها ان انا بمسح البوينتر كله، لا انا بمسح الفاليو اللي جوه البوينتر اللي هي ايه عباره عن ادرس بيشاور على سن تاني. نفس الكلام هنا في الاري، هنا بوينت اوبريشنز اون بوينتر فاريبلز ار ان اوبريشنز اللي مسموح بيها استخدمها على البوينترز. اول حاجه الايكوال، هنا احنا after this assignment execution او execute both b and q point to the same memory location. خلاص يعني لما اعمل كده يبقى كان هما دول بيشاوروا نفس الحاجه. طيب هنا equal equal evaluates true to true if b and q have the same value، يعني b equal equal q، يعني ما بسأل الكمبيوتر او بسأل الكمبيوتر هل ال b وال q بيشاوروا على نفس السن، يعني هما الاثنين شايلين نفس الادرس بتاع سن معينة. not q نفس العكس بقى هتبقى true لو هما الاثنين مش بيشاوروا على نفس الحاجة عادي. the increment and decrement operator، هنا برضه بيقول some limited arithmetic operations، هنا بيقول integers value integer values can be added and subtracted from the pointer. The value of the pointer can be subtracted from another pointer. Okay. هنشوف هنا بيقول ال values نفسها ممكن لو integers بتطرح عادي، أو يعني تخش في عملية الجمع والطرح، بس ما تخش في ضرب يعني. تعال نشوف مثلا هنا ال increment operator. الانكريمنت اوبريتور او الديكريمنت اوبريتور احنا عارفين هو بيزود بالواحد، لكن بالنسبه للبوينتر مش هيزود بالواحد، هيزود بالسيل سايز. يعني ايه بالسيل سايز؟ يعني مثلا وليكن انا هنشرح، مثلا انا بيبقى عندي في الكمبيوتر عباره عن مجموعه سيلز كده تحت بعضها، تمام، كل واحده فيهم وليكن 4 بايت ده حجمها مش الفاليو، تمام. فلما اكتب مثلا وليكن البي بيشاور هنا اهو، ورحت اي انا بي بلس بلس، فخليه فعليا يبدا ايه بدل ما يشاور هنا هيشاور على دي. لو كتبت بلس بلس تانية بعدها بي بلس بلس تاني هيشاور هنا اهو. طب لو هو كان مشاور هنا اهو اصلا، لو هو كان هنا، تمام، كان هنا وانا كتبت بي زائد اتنين، يعني كأنه بقول ايه ضيف لي 4 بايت مرتين يعني 8 بايت، فهيشاور ايه ينزل على طول هنا اهو، يشاور هنا. دي فكرة ايه ال increment و decrement operator مع ال pointers، ان انا بحركه سيل، بدل ما يشاور على السيل لو دوست لو مثلا بلس بلس يبقى بزود بالاربعة بايت فهيشاور على السيل اللي بعدها وهكذا، تمام. هنا هنا نفس الكلام في السطر الاول، مش هيزود بواحدة لكن هيزود 4 بايت عشان البوينتر بانت، ولما عمل بي بيساوي 2 هيزود ايه 4 زائد 4 بايت يعني 8 بايت. تعال نشوف مثلا هنا، ده حلو جدا ده.
ده برنامج هيوضح الموضوع ده. هنا عمل بوينتر بي وعمل اتنين variables اكس وواي وخلى البي بتشاور على الاكس، ده عادي جدا. فقال سي اوت فاليو اوف بي بتساوي كذا، هو كده طرح، سوري مش طرح، سوري هيظهر الفاليو بتاعت البي اللي هي تعتبر مين؟ الادرس بتاع الاكس اهو. طيب هنا لما عمل كده تفادى، لما يعمل الاند مع الاكس كده هيظهر مين؟ الادرس بتاعت مين؟ الاكس نفسها. فتلاحظ مين؟ الادرس بتاعت اكس والفاليو بتاعت البي نفس الحاجة، ان هو الفاليو بتاعت البي هي عبارة عن الادرس بتاعت الاكس. تمام، هيعمل ايه؟ بي بلس بلس، يعني زود ايه؟ 4 بايت. طب لاحظ كده هنا، دي كانت 94 في الاخر، دي بقت كام؟ 98. يعني هو كده شاور على السن اللي بعدها على طول، فقال value of b. تمام، هو هنا ايه؟ زود مين؟ بلس بلس، يعني زود 4 بايت، فأصبح ال value بتاعت ال b اتغيرت، بقت ايه؟ 98. طيب هنا قال b زائد y، ادي ال y اهو 5، كده زود 5 في 4 ب 20، يعني المفروض هيجمع دي، هيجمع دي ايه؟ 20 بايت. فيعني الجامع ده هيكس ديسمال عموما، فهيبقى كده اوكي. طرح سوري، ظهر الفاليو بتاعت البي، زود بلس بلس تاني، هزود بالواحد تاني، فايه اتغيرت، فهيزود هنا 4 بايت، وهكذا يعني. تمام، فدي فكرة ايه؟ increment و decrement بتاعت مين؟ بتاعت او يعني استخدامها مع البوينتر. هنا dynamic array created during the execution of a program. طب احنا اوكي، خدناها من شويه صغيرين، احنا ازاي بنعمل الديناميك اري اوكي، لكن ما خدناش ان احنا ازاي هنتعامل بيها مع البوينتر. ما احنا كنا عارفين ان مثلا بقول انت اكس بين قوسين مربعين مثلا 5، يبقى انا عرفت اري بتشيل 5 قيم. بعد كده لما بحتاج اعمل لها اكسس بقول مثلا اكس 0، يبقى دي السله الاولانيه. طب انا بالبوينتر هعمل ايه؟ انا عندي بوينتر، طب انا ترى بوينتر هشاور على انهي سله فيهم. تمام، عموما لما اجي اعمل بوينتر لاري بيشاور على اول سيل، يعني وليكن انا عندي هنا هنا كده عندي مثلا اري، هعمل اري بتبقى عبارة عن زي ما احنا قلنا بيحجزهم كده سيلز تحت بعضها اوكي، وعندي بوينتر وليكن بي، هو بيشاور في ايه؟ على اول واحدة. طيب كده احنا كده من شوية على انكريمنت وديكريمنت، طب انا هشاور على بعدها ازاي؟ هعمل بي بلس بلس بس كده اهو. طب بي بلس بلس تاني انزل واحدة كمان، طب ليه بي بلس اتنين؟ يبقى هتحرك ايه؟ 2 سل. تمام، يا اما هستخدمه عادي جدا زي ما بستخدم اسم الفاريبل عادي، واكتب بي زيرو ومثلا بي واحد، يبقى بي زيرو اللي هي دي والبي واحد اللي هي دي، عادي جدا جدا. تعال نبص، كمان في جملة في نقطة حلوة جدا هنا، احنا كنا قلنا ان في الاري ما ينفعش احدد حجم الاري من السي ان، يعني ما ينفعش اخلي اليوزر هو اللي دخل لي حجم الاري او الاري سايز، وكان فوق مكتوب قدامها الليجل لو فاكرين، لكن هنا ينفع. هنا هستعمل طبعا النيو، كلمة النيو زي ما احنا شفناها نيو انت هو اري سايز، بس ممكن اخد الاري سايز من مين؟ بجملة سي ان من اليوزر. فهو هنا عرف انترست ده بوينتر، وعرف فاريبل عادي جدا اسمه اري سايز، وظهر جمله على الشاشه قال للمستخدم انتر اري سايز، وهنا سي ان اري سايز، فالمستخدم راح مدخل الاري سايز وليكن 5. فجه قال قلنا انترست بيساوي نيو انت اري سايز، خلاص يبقى هو كده، يعني ده كده بالنسبه لي بيشاور على مين؟ اري. طيب انا هتعامل مع الاري ازاي؟ يعني بالبوينترز زي ما احنا قلنا، لما اقول مثلا هنا مثلا عامل ايه؟ ستار انترست، ستار انترست دي معناها ايه؟ ستار انترست بتساوي 25، دي معناها روح للسيل الاولانية. هو كده، ما هو كده، طب يعني هو كده ده اول حاجة مش عارف عليها مين؟ اول سيل، فالجملة دي معناها اول سيل قيمتها 25. تمام، يعني هنا مثلا تمام وليكن انا هنا مثلا لما اقول ستار بي بتساوي 25، تمام 25، يبقى كاني بقول له انت كده كده بتشاور على اول سيل، يبقى حط لي هنا 25. طب لما اقول له بي بلس بلس، يعني انزل معلش شاور لي على اللي بعدها اللي هي دي، بقول له ستار مثلا بي بيساوي
35. يعني هنا طبعا ما حددتش انهي سيل، بس انا حددتها بالفعل ليه دي اول سيل. طب دي بعد كده لما ازود بلس بس بقوله ايه شاور على تاني سيل، فبعد كده لما اقول دي نفس الرقم مش هيمسح القديمة، لا هو كده كده خلاص ايه مش هشاور على السيل التانية، فراح عامل لي كام 35. طب عايز ايه زود سيل كمان على السيل اللي بعدها، اعمل ايه جملة بي بلس بلس وحط لي مثلا ستار بي بيساوي مثلا 70، يبقى هيروح عامل هنا 70 وهكذا. تمام، دي طريقة. اوكي، الطريقة التانية ان انا هتعامل مع الانت ليست اصلا كأنها فاريبل، اسم فاريبل عادي جدا، واقول انت ليست دي بيساوي كذا وانت ليست واحد بيساوي كذا بس. طبعا في هو او هستخدم اللوب عادي جدا معاها، واعمل انشاليزيشن واعمل كل اللي انا عايزه عادي جدا كأنها اري عادي خالص. نيجي بقى لتو دايمنشنال اري، هي ليها تو ويز. فيرست واي ده هنسيبه خالص لان الدكتوره اصلا لغيته وقالت ما شرحتوش، قالت مش علينا مش مهم، كاتبه كنت شرحته وكتبته بعد ما يعني شرحته قبل ما اعرف ان هو ملغي. هنيجي للسكند واي. السكند واي احنا كنا بنعمل ستار واحده عشان نقول بوينتر، طب هنا اتنين ستار دي معناها ايه؟ بوينتر اوف بوينتر. طب يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين التصور اللي احنا قلناه ان التو دايمنشنال اري عباره عن اري اوف اريز، يعني عباره لما يكون عندي جدول كده يبقى عندي صف اهو دي اري تمام واري تانية كده، فهيعمل في الاخر ايه جدول صح. انا عندي مفترض كل اري زي ما احنا شفنا من شويه او وان دايمنشن اري كنت بشاور عليها بمين ببوينتر، فاصبح هيبقى مفترض عندي بوينتر وليكن لكل مين، بس انا هيبقى عندي بوينتر لكل صف عشان اعمل تو دايمنشن اري، هيبقى عندي بوينتر لكل صف لان كل صف باري. طب ما هو كل دول موجودين في اري واحدة اللي هي ايه، هيبقى عندي بوينتر كبير بقى هيشاور على كل البوينترز دي، هيشاور على مين الاريز دي، هما عبارة عن ايه اري جوه اري، هيبقى بوينتر في بوينترز. تعالوا نشوفها مثلا كده فكر فيها. هنا عمل سطرين هيدخل الروز والكولوم ماشي تمام. ثانية واحدة، هنا بقى البورد بيساوي طبعا هنا عرف البورد الأول بوينتر في بوينترز، وعرف الروز والكولوم عادي كلهم كلهم انت، فهنا كتب بورد نيو انت والروز حط مين الروز، يبقى هو كده عمل ايه بقى، عمل ايه فعليا، هو كده عمل array of pointers تمام، سوري عمل بوينتر خلاه بقى يعني عمل بوينتر بشاور على array، هنا قال dynamic array of pointers to int rows. طيب تمام، و next we create the column of board. يعني هو عمل ايه بقى، عمل ايه هو كده يعتبر عمل البوينتر في بوينترز، ما هي البورد اهي بوينتر في بوينترز تمام، فهو هنا فعليا كده عمل كده البورد اهو، ده البورد تمام، وعندي كده ايه عمل جدول كده عمل اريز كده اهو تمام. كده كل صف عبارة عن أصلا one dimension array وبيشاور على مين، على أول value بالنسبة له هي أول array. حلو، طيب دول بقى هيتعملوا ازاي، هنعملهم بلوب بلوب اهو لوب. اللوب طبعا هيبقى يعني أكبر حاجة فيها أو هيقف لحد الروز اوكي عشان مثلا في المسافة، فقالك بورد رو بيساوي new int columns. اوبا يعني ايه، يعني مثلا 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 هنا دي عبارة عن اول واحدة عبارة عن ايه board zero صح كده، board zero دي اصلا تعتبر ايه pointer برضو، دي pointer بس مين للسن رقم zero، فاصبح pointer دي عبارة عن pointer. انا لما اكون بعرف بعمل الدايناميك فاريبل للبوينتر ازاي، بكتب نيو وانت ورقم
هو ايه قوسين، رقم من جوه القوسين ده هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الفاليوز اللي فين اللي جوه البورد زيرو، يعني عبارة عن ايه number of columns. يعني لو هنا مثلا كتبت 5 يبقى هكتب ادي بورد زيرو، ادي 1 2 3 4 5، هو زيرو 1 2 3 4 اللي هما دول يعني مين بقوا ايه الكولومز. يبقى انا ليه عملت يعني ليه اسمها بوينتر اوف بوينترز؟ ان انا بعمل بوينتر بيشاور على يعني array، كل array هيبقى فيها صف، وكل صف عبارة عن أصلا dynamic array بيتعمل ببوينتر. تمام، دي فكرة البوينتر of pointers. تمام كده، تعال نشوف هنا each is row okay pointer is now pointing to a dynamic array. زي ما احنا قلنا هنا كل بوينتر من دول ده كده بوينتر، وهنا بورد واحد ده بوينتر، وكل بوينتر من دول هيشاور على او بوينت تو على دايناميك اري. فكده عندي بوينترز دي بقى الكبيره بوينتر اوف بوينترز. تمام، ده الشرح بالعربي. وحتى هنا بقول يعني حتى لو انا حاجه اتعامل معاها كاري بعدين او اتعامل معاها ازاي، اتعامل معاها نفس زي ما بتعامل مع الاري عادي. يبقى بورد 0 يبقى هي اول سيل، بورد مثلا واحد هنا 0 يبقى ايه السيل دي بورد 1 0، دي بورد دي سوري دي هتبقى هنا 2 وهكذا. نشوف مثلا مثال زي ده، وده اخر حاجه. هنا انا عندي عرفت التو فانكشنز فيل وبرنت. فيل فيها بتاخد بوينتر اوف بوينترز وبتاخد رو سايز وكولم سايز، ده انا محتاجه. الرو سايز هيبقى هو الاساس زي ما احنا قلنا، ما يعني ده الرو سايز اللي هو ايه عباره عن الاري اللي فيها البوينترز كلها. نيجي هنا هنا عرف بورد اهو اللي هو بوينتر اوف بوينترز، وخد الرو كولمز من اليوزر. ده برنامج كله على بعضه على فكره. تمام، وهنا عمل هو نيو انتروز خلاص، عرف البوينتر البوينترز. بعد كده هيعمل فور لوب عشان يعمل يخلي كل بوينتر داخلي يشاور على مين اري، اري دايناميك اري تانية، عشان يبقى كل رو عبارة عن اري سي اوت بورد. بعد كده برنت بورد. تعال نشوف هنا البرنت والفيل. الفيل هنا عمل ايه؟ قال فور رو بيساوي زيرو رو سايز، طبعا هيقف عند الرو سايز لان هي الاساس، هيثبت الرو سايز، واللوب هيقف عند ماكس اللي هو الماكسيمم رو، الماكسيمم رو نمبر. هنا انتر كولوم سايز، هنا بقول للمستخدم. تمام، هو هنا دخل مين كولومز او خد الكولومز بالسي ان من المستخدم، ولكن المستخدم دخل 5، فهنا كاني بقول له ايه دخل 5 ارقام for row number مثلا وليكن 0. تمام، يبقى كده بقول دخل 5 ارقام للصف الاولاني. طب تعالى مثلا نشوف. تمام، بعد كده اعمل ايه اللوب الداخلي عشان يمشي على الكولوم سايز، وهو زي ما شايفين استخدمها ازاي اهو، استخدم بي رو كولوم زي ما بستعمل عادي جدا الاري زي ما اتعلمناها في المحاضرة التاسعة عادي جدا. وهنا البرنت هي نفس الفكرة، بس انا هستعمل جملة ايه سي اوت بدل ما هستعمل جملة سي ان، بس كده. ده فكرة البوينتر. كده خلصنا المحاضرة العاشرة.